بالعلم وبالفهم الراشد، بالعزم وبالأمل الواعد، نرصد واقعنا عن كثب ونسلط ضوءا في الراصد. للأنفس نطرق أبوابا، فنداوي بالخلق خرابا، ونعالج أمراض الأسر، ونري المجتمعات صوابا. نظهر حقا نوضح حكما، نشعل ضوءا نزرع همة، نبذل ما في الوسع وندعو، زدنا يا مولانا علما، زدنا يا مولانا علما، زدنا يا مولانا علما. رياض الأصالة زاد المنى، يضيء الليالي ويمحو الدجى، يفوح بطيب الكتاب المبين على نسمات الهدى والصفاء، على نسمات الهدى والصفاء. سبيل الرشاد بشير العباد، رحيق الشهاد وقطر الندى، هو الزاد زاد العلا والدنى، لزاد الحياة وزاد التقى، لزاد الحياة وزاد التقى. مشاعل خير تنير البلاد، مناهل تروي أنين الجوى، إذا هزك الشوق نحو السنا، فجوال زاد رفيق السرى. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على أشرف خلقك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم الراصد، الذي أسعد دوما بضيف فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف على مجموعة مواقع إسلام دوت دبليو إس وجوال زاد. فباسمكم جميعا نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله ومرحبا بالجميع. إنما ينتاب المسلم من هم وغم وضيق لا شك أنها تعود لأسباب حسية ومعنوية، وذلك يجعل من العبد حبيسا للهموم والآلم، ويبقى بذلك أسيرا للشيطان ومكائده. فما هو السبيل لتجنب ضيق الصدر؟ هذا ما سنناقشه بإذن الله تعالى في ثنايا هذه الحلقة. الشيخ محمد، في حديث وفي لقاء ماضي تحدثنا حول ما يتعلق بمسألة انشراح الصدر وأسبابها، وكيف للمسلم أن يصل إلى انشراح صدره، ومع ذلك كثير من الناس تشتكي من ضيق الصدر، أبرز مظاهر هذه الشكوى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن بسنته اقتفى. النبي الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز قضية انشراح الصدر كما ذكرنا، وفي المقابل هناك ضيق الصدر، وهناك عدد من الناس يشكي من ذلك. وعبارة أشتكي ضيقة أو أحس بضيق أو ضيقة، هذه من عبارات المتداولة. صحيح. أهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر والانفساح والاتساع، وأهل الضلال لهم الضيق والحرج. الزمن الذي نعيش فيه يا أخي زمن ماديات طغت على القلوب، قطعت صلة الناس بالله إلا من رحم الله، ولذلك صار هناك كثير من الناس في حيرة، قلق، اضطراب، اكتئاب، حتى صارت الصحة النفسية الآن يعني مجالا واسعا وخصبا للعمل وفتح العيادات والمتاجرة، وأن الناس يشتكون. صحيح. تفشت الأمراض النفسية، قلق، كآبة، مرارة، اكتئاب، صار هذا الداء مستحكما، وصار فيه هم وغم، كدر وملل، صار فيه تعاسة، قلق، وهنالك أيضا كره للنفس أحيانا. صحيح. فعبارة أشعر بضيق، أشعر بكتمة، أحس بوحشة، عندي هم وغم، أحس أني مهموم، محزون، معقد، ما تركت طبيبا إلا ذهبت إليه، الفحوصات جيدة لكن أنا متألم، لا أستمتع بالحياة. يقول الكثيرون نحس بضيق في الصدر، صعوبة في التنفس، ارتجاف في اليدين، توتر، قلة تركيز، عدم إحساس بالراحة، خوف مثلا. نعم. وكأن هذا الإنسان يريد أن يتخلص من نفسه التي بين جنبيه، إنه يحس بفراغ كبير وحشة عظيمة، وطبعا هذا لا شك أنه يسبب له آلام نفسية. صحيح. وهنا يعني شاعر من الشعراء
عبر عن هذا يعني ما تصل إليه أحيانا الأزمة النفسية. نعم. فقال أنا موت يباع فأشتريه، فهذا العيش ما لا خير فيه، إذا أبصرت قبرا من بعيد ووددت لو أني مما يليه، ألا رحم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه. طبعا نتيجة لهذه الأزمة تنتشر أمراض كثيرة اليوم في العالم. إحصاءات الأمم المتحدة تقول أن هناك 450 مليون شخص يعانون من اضطرابات عصبية ونفسية، هناك أكثر من 90% من حالات الانتحار ترتبط باضطرابات نفسية، وتحديدا الكآبة وضيق الصدر، وهذا طبعا يؤدي إلى عقد وتراكمات يمكن أن تدفع بالشخص إلى الانتحار. ويلاحظ الشيخ محمد أيضا هذه يعني من أبرز مداخل الشيطان على العبد، بل حتى أنه يستطيع أن يغير مجرى حياته، يستطيع أن يجعله يعني يطلق بسبب هذا الهم وضيق الصدر، مثلا يترك وظيفة، يترك منزل، بل يعني قد يصل إلى ما هو يعني أشد وأعظم من ذلك، إلى مسألة الانتحار مثلا. وكثير ما نسمع من قصص الانتحار بسبب ضيق أو بسبب نحو يعني ذلك من الأمور التي يعني تجنح بهذا إلى أن يصل إليها بسبب ضيق صدره. وصحيح، ولابد ترى أول ما نحلل الموضوع نرى ارتباط القضية بفقدان الإيمان. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد أكثر من 19 مليون مصاب بالاكتئاب. في بريطانيا هناك من يقتل نفسه كل ساعتين. هذه التأثيرات يعني العظيمة لفقدان الإيمان على النفوس لا شك أنها ستؤدي إلى كوارث اجتماعية. والهم والغم عموما يعني بأسباب تحدث الإنسان، حتى بسبب الديون ولا بسبب إخفاق دراسي أو عدم وجود وظيفة. صحيح. أو طلاق المرأة مثلا أو عدم زواجها إلى سن متقدمة. قيل أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. ولذلك لابد أن يفزع الإنسان عندما يصاب بهموم أو غموم إلى الله عز وجل خالق النفس.